هدية الأستاذ إحسان دقدوش. همزة. أبحث جاهداً عن هذا القاط كما يليق بك. زين. ولم أجد. صعدنا فوق، نزلنا جوا. ذال. ذنبي إنه أحبك هواية، فلازم أشتري لك شيء يليق بك، أنت جداً جميل. الله يخليك. لذلك تعبت وأرهقت، وكنت مقرر إنه أصرف مبلغ مادي كبير جداً على هذا الموضوع. يما ساعديني باختيار الهدية. فاتصلت بيها. زين ماشي. فاتصلت بيها حتى تساعدني، وقالت واو. قالت لي وي شلون أساعدك، ما أقدر. ذوقها نحس، لأن هو أنيق، هو رجل يعني عنده برنامج مهم. أليف. أحمد ممكن يساعدك، صديقك اللي عنده محل مال ألبسة. قلت لها إيه ذكرتيني، كنت اتصلت بأحمد. قلت له خالو أحمد شلونك أخبارك؟ قال لي يا خالك يا عم. قال لي يا خالك يا عم. قلت له آسف. طير منا ما فدتني باختيار الذوق اللي أريده. شماتة الناس بي، راح أروح بلا هدية إلى البرنامج. سين. سنجاب مر. قلت إيه لون الفرو مال السنجاب يعجبني، خلي أخذ لي شيء بلون الفرو مال السنجاب. حلو. اللي هو هيك كاكاوي. قرنابيط الشكل اللي هاطل اللي لقيت له يا بالاخر. قرنابيطي والرباط لهاني. اخفت فعجبني، قررت اشتري. خلاص دخلت على المحل. ها حمدت ربي وشكرت انه شايل فلوس الهاط وياي حتى ادفعها واشتري. حلو. واشتريت وجيت. هسه الدور لك. اوكي. بس على كيف. اوكي على كيف. انت دا تمشي مع شخص يكره دكتور سيف جنان جدا، دا تتمشون فيه. رايحين إلى محاضرة لدكتور سيف. زين. كمل القصة. بصراحة أحد الأيام صديقي الصحة قلت له تعال وياي أكو محاضرة كلش مهمة للدكتور سيف. زين. بس بصراحة هو شوية منزعج. سين. قلت له شنو السالفة؟ أو شنو السالفة؟ لأن الشيء ما يطلع عندي. أوكي. شنو السالفة؟ شبيك ضايج من عنده؟ بالعكس. زين. يعني رجل مقتدر وفشي شخصية وعنده معلومات. واو. ورا ما قنعته قلت له تعال لازم تيجي وياي لان المحاضره كلش مهمه. احنا مشينا طبعا بالسياره، ظل يدردم. طرنا راسا لان المحاضره راح تبدي. قويه. لا حلو. اريد تبدي المحاضره عاد. اوكي. طرنا راسا نريد ابدي. بدات المحاضره ما يفيد انه انا بصراحه ازدحام بالشارع موتني. هورنات. اريد اوصل المحاضره. اريد اوصل انا بسرعه. إيه؟ المهم قلت له دوخني لين خاف ادعم لواحد غني. غيمت الدنيا زين، ماسحات ما تشتغل. اريد انا شلون؟ قلت هسه راح تمطر. وذاك المطر والله تبللنا. قلت احنا كاشخين. ميم. المين مرينا منين صاحبنا؟ هم عجب يروح ويانا. طبعا احنا ثلاثه. أوكي. هذا صاحب بعده منزعج. خلينا نروح للمول نعوف الدكتور سيف. قلت له لا احنا بنفس الطريق لازم نوصل. دلينا واحد ويانا قلنا له وين نروح؟ انت حاط قاع بالمنصور. بس افترينا المنصور دقيقين بيه بصراحه. أوكي. المهم ردنا سرنا مكان قريب، المرور وقفنا. صادف واحد هم من جماعتنا ظل يشاقه وياه. بطلت ماري المحاضرة، اعتزلت. قلت لازم اوصل. المرور قلت له مرخصك عندنا محاضره. قال شو امتحانات عندكم؟ ما يفهم وين رايحان. صحيح. فالمهم انا شغلت السياره على السريع، وصلنا راس اطبق السياره. قال ذاك اليوم شبعت هوسة وشبعت مذلة من صاحبي، ظل يقرب ذاني تياني. المهم أبو البارك حطيت إيدي ما لقيت فلوس. قلت له خلي السيارة أمي. قال لي هاسولفها للدبة. تيهنا يا قاع أنت قاعد بيها. خوفت لأعرف ماني وعشرين أدخل على اليابانية مثلا. والله بتني. لا بالعكس. وما طب المحاضرة وين رحت وين جيت؟ بازدحامات. قبل ما نروح دكتورنا الفاضل حبيب. الى غير فقره. مشكله الشباب شلون يعني هو السخ يعني اكثر شيء عنده ملتهي به الموبايل والنرجيله، يعني هذا القتل من الوقت الكبير. شلون احنا نتخلص من هاي الظاهره؟ يعني انه يعني شلون يعني قضينا وقتنا كله بال